يعني احنا بنقول انه انا بدي فريكونسي اقل، بدي سرعه اقل، السرعه اللي بدي اياها 20% من السرعه الاصليه، بدي انزل على سرعه من 50 ل 10، 10 هي 20% من 50، مزبوط؟ وهي رح تعطيني سينكرون سبيد قديش مقدارها؟ 200 ار بي ام، اوكي؟ والسليب قديش بكون السليب بنزل عندي؟ هلا اذا بضل ماشي على في على اف ريشو كونستنت، معناها اذا نزلت هاي لل 20% لازم انزل هاي ل 20%، قديش 20% من 400؟ 80، مزبوط؟ فبدي احط 80 فولت، يعني الام اي اندكس رح يكون 0.2. راح احط الان 0.2 وراح احط الفريكونسي 10 وراح اشغل السيستم. اوكي مزبوط؟ مش نظريا هذا صحيح؟ رح نسكر هاي، رح ارجع هون هلا على هاي، وهلا هون انا عمالي بقول رح اخلي هاي 8000، رح انزل الموديليشن اندكس ل 0.2 والفريكونسي رح انزلها ل 10 هرتز. اوكي؟ احنا ما بنعرف عن اللو فريكونسي بوست شيء، بالظاهر ما بنعرف. ماشي واضح؟ فاهمين؟ نعمل ران، طلعوا لي على السبيد. نيجاتيف سبيد، شو يعني؟ يعني المحرك مش قادر يولد تورك كافي يتغلب على 38. السبب انه انا نزلت الفريكونسي، نزلت الفولتج بنفس الريشو، بس مين هلا صار الدوميننت؟ ستيت الريزيستنس صار دوميننت. اوكي؟ فما بصير انزل بنفس الريشه اتلو فري، بنفس النسبه اتلو فريكونسي. ايش لازم اعمل؟ لو فريكونسي بوست. هي تطلع عليه السيستم اوت اوف كنترول، انا المحرك تبعي بطل محرك، صار جنريتر، السرعه تبعته نيجاتيف، نزل انهار، مش قادر يقاوم، مش قادر يتغلب على التورك هذا، مش قادر يولد 38 نيوتن متر تورك، لانه انا نزلت الفريكونسي ونزلت له الفولتج، ما حافظت على كونستنت كرنت، ما حافظت على كونستنت تورك. خلينا نكملها، نخليها تكمل للاخر حتى تشوفوا السبيد انها نزلت نيجاتيف، واضحه بشكل واضح نيجاتيف. السيستم اوت اوف كنترول، ان كنترولبل، فيش اكوليبريم، السرعه هي نازله هون. هلا لاحظوا هذا هون عم بالكرنت عم بسحب، هو كرنت باخذ كرنت، بس هو بطل مش عم بولد تورك، يعني او التورك اللي بولده مش كافي، فذاك تغلب عليه. اوكي، طلعوا على السرعه بس حتى تتذكروها، ما تنسوها. عندي مشكله بالسرعه، السيستم اوت اوف كنترول. شو الغلط اللي عملته؟ اني ما عملت لو فريكونسي بوست هون، ما بصير انزل هيك، لازم الان عند النقطة هاي ابدا اعمل يا خط هيك مثلا، او خط هيك، او خط هيك، حسب ما بحتاج السيستم. معناها هاي الام اي بدها ترتفع من هون. نجرب، ايش رايكم نجرب؟ نجرب 0.25 بدل 0.2. فرح نغير الان الموديليشن اندكس هون، رح اغيره من 0.2، رح اجرب، رح امشي شوي شوي واجرب، فبدل 0.2 راح احطه 0.25، بدنا نشوف ايش النقطة اللي عندها برجع السيستم يولد تورك كافي. طلعوا على السرعة. لساها نيجاتيف مش هيك؟ هل راح تعمل ريكفري؟ ممكن تعمل ريكفري. ممكن يكون هذا جاست إناف، ممكن ما يكون إناف. رجعت نيجاتيف. واضح انه السيستم اتس ستراجلينج. اه مش قادر اقول، فخليني هون راح اوقفها. وايش راح اعمل هلا بام اي؟ زيدها، زيدها. شو رايكم ل 30؟ 30% ونشوف اذا بزبط معنا. هلا السرعه في البدايه نيجاتيف، عملت ريكفري، هي 120 130 146 147. اذا 0.3 من 400 قديش؟ قديش 3 في 4؟ 12. معناها احنا عمالنا بنقول انه هون وعشرين اللي هي ام اي 0.3، وهذه هون ام اي 0.2، هذه هون ام اي 1، اه وهون ام اي هون 0.5 وهون 0.6.
هي 146 هو عم بصارع مصارعة بس يعني عم بتزيد السرعة. يعني it's just managing انه يعمل starting. لانه هاي عندي 146 وعم بولد تورك 38 الى حد ما، يعني مش لسه ما وصل كأنه السرعة النهائية. خلينا نشوف السرعة ايش صارت. اوكي هاي وصل سرعة من هون، السرعة منخفضة على فكرة، السليب عالي. اوكي اتس ستراجلينج، ما عم يعني السرعة السليب كبير كبير. قديش السليب ولا لا؟ مش كبير السليب، لا مضبوط. قديش احنا السرعة عندنا؟ 200 السينكرونس سبيد. هو قديش وصل؟ 146. اه ممتاز، اوكي كويس. السليب طبعا كبير، حوالي 25% السليب، بس على الاقل استقر. السيستم استقر عندي هون، اعطاني تقريبا التورك المطلوب، وعندي هاي هون كل شيء كويس. فتقريبا 0.3 واضح اللو فريكونسي بوست. ما راح تشوف مثال احسن من هذا المثال يقنعك انه لازم تعمل لو فريكونسي بوست، مزبوط؟ لو عملنا على 0.2 حافظنا على في على اف كونستنت ريشيو، ايش كان ايش صار عندنا زي ما شفنا؟ ما ضبط. اوكي طيب نجرب هلا اقل من 10، انا ما راح انزل، ما اظن السكيلر درايف بيقدر يعطيني تورك اقل من 10، بس نجربها نشوف. نجرب اخر تجربه هون نشوف لو انا نزلت هاي بدل 10 هرتز راح احط 5 هرتز. بالحال الواقعية صعب ان اجيب هذا. هلا هذا قديش نحطه؟ 0.3. هلا هو نظريا قديش لازم يكون على 5؟ لازم يكون عندي 0.1. 5 على 50 10، مزبوط. فعندي لازم تكون هذه 0.1، بس 0.1 احنا عارفين راح تكون منخفضه. خلينا نجرب 0.15 ونشوف، يمكن نحتاج نزيدها اكثر من هيك. قديش راح تصير السينكرون سبيد على 5؟ 100 RPM. نشوف السرعة، نراقب السرعة. واضح انه هذا غير كافي. طيب راح اوقفه هون وراح نزيدها شوي. خلينا نحاول نزيدها ل 0.2. نعمل هلا احنا السينكرون سبيد تذكروا عندنا 100 RPM. على 60 يعني السليب تقريبا قديش؟ 40% او 35% هلا تقريبا السليب، اللي هو رقم كبير. لكن يبدو انه استقر، مش هيك؟ عم بعطيني 38 نيوتن متر التورك. السرعة تقريبا 66، السليب حوالي 34%. واحنا على اي فريكونسي هلا هون؟ هي 5 هون، واحنا اضطرينا نحط قديش بالاخر؟ 0.2. قديش 0.2؟ اللي هي 80، مضبوط؟ فحتى لسه هون عمالنا نروح هيك. مش انه بس اكتفينا بخط، يعني خلينا نرسم هذا بشكل اصح. وهي هون 5 هرتز، والسليب عندي 35%. هاي السرعة هيها تقريبا اقل من 100 RPM. التورك عم بعطيني تقريبا التورك المطلوب، وهي الكرنت هون، وهي اذا بتطلع طبعا واضح احنا نزلنا الفريكونسي. عدد السايكلز اللي عم بيجوني في 0.5 سكند اقل. هاي هون الفولتجز، اذا هاي هون تكمله الكيرف. بعدين الكيرف واضح انه بدي ات لو سبيد بدي لو فريكونسي.